ملونها مخضرها ويوم من الايام مغير الجبة تبعه وملونها مخضرها. سألوا عن السبب، قال تغيير شكل من اجل الاكل وكذا نقدا كذا تقسيط كذا. ليش التفريقات؟ من اجل زيادة الاكل، اكل مال الحرام. البحث هذا طويل الذيل وعفوني الآن من التوسع، لأنه غدا نحن على السفر إن شاء الله. بحاجة إلى بعض الأمثلة إذا ممكن، إذا ممكن يعني بعض الأمثلة. أمثلة على ماذا؟ على نفس السؤال إن شاء الله. هي التقصير؟ أيوة. ما نعرضه أحد الناس، في حدا ما بيعرف إيه التقصير أساساً؟ يعني إذا من السنة رد إلهم، هاي السنة من باع بيعطيني بس غير اسمها. في حديث آخر؟ لا، في حديث آخر يعني حديث ثاني إذا ممكن حتى ندمغهم يعني بهالفجوة. نعم، إذا كان البلد الأدبية بالتقسيم فقط بسرعة واحدة، إذا كان ما لف ودار معليش، لكن الناس عم يتعلموا من اللف والدوران أكثر من زراويش اليوم. والله عم يختالوا كتير. فهل بيبيع بسعر واحد؟ نسأله، اما تبيع بسعر واحد تقسيط لا بالنقد، فيا ترى انت لما وضعت السعر الموحد انت رفعت سعر النقد وسويته بالتقسيط فتضعف ربحك، لانه في الوقت اللي كنت تربح بالمئة عشرة مثلا ببيع التقسيط وبالنقد كنت تربح بالمئة خمسة، صار هلا ربحك على طول الخط بالمئة عشرة، فكنت من مثل ما بيقولوا تحت المطار وصرت تحت المزراب. كنت تظلم نفس الشعب، صرت تظلم ايش؟ الشعب كله. فيلفوا دوران يعني، والله اعلم ما في الصدور. حديث ثاني في موضوع، حديث ابن مسعود الذي يروي سماك بن حرب عن ابن مسعود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. سئل سماك راوي الحديث ما بيعتين في بيعة؟ قال أن تقول أبيعك هذا نقدا بعشر ونسيئة بأحد عشر. هذا هو بيع التقسيط. ماذا هو بيعكم اليوم؟ هذا هو حديث ابن مسعود في مسند الإمام أحمد. أستاذ بالنسبة للبيع بيعتين في بيعة بيفسروا إنه بعتك على أن تبيعني كذا، هذا من جملة معانيه. يعني بعتك مثلا دراجتي على أن تبيعني كذا. نعم، هذا من جملة معانيه عند بعض العلماء، ولا ينفي البيع الثاني، لأنه هلا إنه هو مثل الحديث الثاني. سؤال الراوي شو أنا بيع فين في بيع؟ واضح في الواحد الواحد وما